تيجي بقى نشوف تاريخ تاني كده هيودينا فين في حياتك. صندوق الذكريات 3 مارس 2020. 2020 يعني كانت سنة صعبة، سنة الكورونا. أيوة. 3 مارس 2020. 3 مارس ده يوم سفري. أيوة. لعبة نيوتن ده كنا رايحين أول يوم تصوير في أمريكا. 3 مارس 2020. وإيه اللي حصل؟ رحنا وصورنا الحمد لله ورجعنا كده من غير ما يحصل ورجعنا أي حاجة. والكورونا جت ورانا خلاص يعني، قفلت الدنيا وباسبوري ضاع هناك. شكرا يعني. شكرا. تعرف يعني ايه باسبورك؟ كانت سفرية صعبة جدا. دي صعبة جدا. ده حقيقي جدا. كانت سفرية صعبة جدا جدا يعني. ضاع بقى يا هند. لا 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 بجد ما اتسرقت يعني؟ لا 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 ما اتسرقتش خالص. سبت لا والله. الشنطة وانت في مكان وكنت بتلبس بتغير حاجة؟ لا كنت رايح اصور في نص السفرية. الموقف ده حصل في نص السفرية. السفرية كانت 20 يوم. الموقف ده الحمد لله ان هو حصل في نص السفرية وكان عندي وقت يعني اعرف اتصرف فيه يعني. يعني ما حصلش مثلا وانا طيارتي بكرة راجع مصر مثلا. فبس رحت عملت محضر في المكان اللي راح مني فيه وكملنا التصوير عادي. وطبعا رحت القنصلية وخدت استمارة وثيقة سفر عملتها ورجعت. مشيت الامور الحمد لله. رجعت طبعا بمنتهى الهدوء يعني، مش عسل اسود، مش رحله عسل اسود. لا مش بمنتهى الهدوء خالص. بس مشيت الحمد لله في الاخر. الحمد لله. لا انا يعني انا كنت انا اتبهدلت طبعا. اصل ايه الا الباسبور؟ اتبهدلت ليه؟ انا رايح بصور ممثل مصري وهناك محدش بقى يعرفني خالص. فدقني قد كده. ولا في القنصلية؟ طبعا عارفيني. بس انا بتكلم هناك يعني احنا ما ايوه ما عندكش حد هناك تعرفه. ودقني قد كده وشنبي محلوق واسمي محمد وباسبوري ضايع. فتعالى بقى يا حبيب قلبي انت مين وقصتك ايه؟ يعني طبعا كان موقف يعني موقف صعب جدا. جد؟ طبعا بهدلت طبعا رجعت يعني. لا الحمد لله. طبعا ده درس. باسبورك يبقى في اي يا سفريه يا باسبور يا دقن، هي حاجه من الاثنين. فافتكروك هناك بقى انك حقيقي الشخصيه دي، مش محمد فراج امين الطبيعي يعني. ده يا ارهابي يا اخواني يا جاي القنصليه. لا وداخل لهم بالمطار يعني. مخطط ما شاء الله يعمل كاس صريح قوي. ما داخل بوثيقه سفر ايه دي من؟ لا صعب طبعا، موقف صعب قوي. والفتره كمان كانت حرجه جدا يعني. الفتره كانت الفتره اللي احنا كنا فيها يعني ما فيش حد بيسافر اصلا. كورونا كانت انت يعني كان في كده كانت ايه مش وقت سالك كده. كان في نوش. هو كان في نوش بس عشان في تفاني منك الحمد لله ومن فريق العمل كله. روحت البيت. فالمسلسل لا الحمد لله اثر فينا كلنا. لا 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 يعني كل الحب والاحترام والتقدير والشكر لحد ما هموت لصناع المسلسل اللي احنا مرينا بفتره يعني عصيبه وعظيمه يعني عشان يطلع فيه بحاجه بالقيمه ديت يعني. اكيد لله. لا 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 مسلسل الصراحه اثر وغير وفهمنا حاجات ما كناش فاهمينها يعني. هي دي الاعمال اللي الواحد بيبقى بيحترمها كده وهو بيتفرج عليها. مش عمل قاعدين له في رمضان كده بنسلي وقتنا وخلاص. لا لا طبعا كل الناس لا 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 كل الناس بتتعب وكل الناس بنحترم شغلها والمجهود ده. ما انت لسه قايل الفن تسليه انترتينمنت. ايوه طبعا. ولكن انترتينمنت عن انترتينمنت يختلف. بس دي بقى بتاعتك انت كمتفرجه. ده قصدي يعني اكيد.